السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم طريقتي في الحكاية ديال الماعن مع الناس ديال كل نهار، وغادي نصايبوا كذلك واحد الشوربه بالشوفان اللي كتجي زوينه بزاف وصحيه، غادي تعجبكم. اما بالنسبه للمعنات كندير لهم واحد الخلطه اللي كتساعد في الحكان ديالهم، ودغيا كيتحكوا كندوزو عليهم غير واحد التويزه خفيفه بلا مجهود بلا تعب، وتخرجوا زوينين. هادو هما المعنات اللي غادي نحكو اليوم، المعنات ديال كل نهار اللي تنستعملو كل نهار، وغادي نستعملو نحتاج الجيكس ضروري طب. وبالنسبه للخلطه اللي كنستعمل فيها، انا كندير شويه صابون البديل، شويه صابون الحجره، هذاك عندي صابون الحجره، كنكب عليه شويه الماء سخون، ما تنخليه حتى كيدوب كيولي بحال البوماط، كنستعملو حتى هو في حكه الماعن كيسهل الحكان. وغادي نزيد عليهم شويه الخميره، خميره حبيبات، كتفاعل مع الصابون وكتنوض لينا داك الوسخ اللي في المعنات. انا غادي نزيد عليهم شويه الماء، وغادي نعجنهم، نخلط العناصر كاملين مزيان. ودابا يا البنات نبداو على بركة الله، نبداو في العمل ديالنا. دابا نشد دوك الخليط، غادي نخلطو مزيان، نخلط العناصر مع بعضياتها. الصابون البلدي مع الصابون الحجرة اللي ندوبه، والخميرة، خميرة حبيبات. ودابا غادي نشد داك الخليط ونبقى ندهن بيه المعنات ديالي، ندهنهم كاملين من الوسط، من برا، من الجناب، البلايص اللي فيهم مسخين مزيان. المهم كندهنهم كاملين ونحطهم. انا لبست البنات ليغات، حيت نتوما عارفين الجيكس كيفاش كيرد اليدين وصبيتي. غادي ندهن المعنات ديالي كاملين، هادوك اللي جبت غادي نحكهم ونخليهم شويه يطلق فيهم داك الخميره كتفاعل مع الصابون البلدي والصابون الحجره. كيف ما كتلاحظوا غادي ندهن المعناتي كاملين ونخليهم شويه، وعاد نبدا نحك. دابا من بعد ما دهنت المعنات ديالي كاملين بديك الخلطه، غادي نخليهم يرتاحوا شويه. ودابا غادي ندوز لهاد البريردات اللي تيكونوا كحالو من داخل بالطبيخ ديال اتاي. انا كنستعمل ليهم واحد هما واحد الخلطه اللي كتعاون دغيا في الحكان ديالهم، هما اصلا تيبيضوا دغيا بهاد الخلطه. تندير ليهم جافيل، تنكب فيهم شويه ديال جافيل، وكنزيد عليه كذلك خماره حمراء، تنزيد شويه، ندير النص ديالها، وغادي نزيد عليهم شويه ديال الماء، شي كويس ديال الماء، ونردهم فوق البوطه ونخليه يطبخ. هو كيبقى يطبخ وديك الكشكوشه كتطلع حتى للفوق وتحيد ديك الكحوليه ديال اتاي كامله، وتبقى نخرج له داكشي حتى من الفم ديالو باش كيتنقى مزيان وكتحيد منه ديك الكحوليه. منين غنسالي من البراد الكبير ديك الخلطه نزيدها في البراد الصغير، وندير له نفس الطريقه، نحطهم فوق البوطه ونخليه يطبخ مزيان حتى كيتنقى.
من بعد ما شللتهم من ديك الرغوه ديال الجيك سدوشت عليهم الشتبه بالمسحوق ديال الموال وخليتهم تقطروا مزيان ومسحتهم. هذا هو الشكل ديالهم وما درتش معاهم شي مجهود كبير كيما شفتوا، راه حتى راه غير دوزت عليهم ماشي درتش معاهم مجهود كبير، هكا كيخرجوا زوينين. هذا هما البرارد شفتوا من الداخل كيف كيف كيفاش كيوليو بويض، داك جافيل وديك الخمارة كتخرجهم زوينين. وانا شاركت معكم طريقة الحكان ديال المعناس ديالي. ودابا يا البنات ندوزو نوجدو مع بعضياتنا الشربة ديال الشوفان اللي كتجي زوينه بزاف، اللي كنستعمل فيها هنا عندي قزبر ومعدنوس والكرافس، معلقه كبيره من كل نوع. هنا عندي تصدر ديال الدجاج اللي قطعته طريفات صغار كما كتلاحظوا، واحد البيس ديال الثومه. هنا عندي جوج قريعات اللي قطعتهم مكعبات صغيرا. هنا عندي خيزيوه وحده كبيره قطعتها حتى هي مكعبات صغيرا. وبالنسبه للشوفان عندي هنا زلافه مع مراش. وبالنسبه للتوابل عندي الملحه، سكينجبير، شويه الخرقوم وشويه الابزار والزيت البلديه والماء اللي غادي نمرقو به. وهنا في الكوكو درت دوك تريفات ديال الزهر ديال الدجاج مع شويه الزيت البلديه شويه الملحه، بغيت نخليهم يتشحروا مزيان. ومن بعد عاد نزيد عليهم الخضره داك البيس ديال الثومه، وتا هما نشحرها الخضره نشحرها مزيان في ديك الزويته نخليها تشحر مزيان. وعاد نزيد من بعد ما تشحرت ليا الخضيره ودوك الحماس زدت عليهم قزبر ومعدنوس والعطريه، وغادي نزيد عليهم الشوفان وغادي نمرق عليهم بالماء يكون طايب، بالماء يكون طايب. وغادي نخليه. وهذا هو شكل الشوربه ديالنا من بعد ما كطيب، كتجي على هذا القوام، هذا كتجي لذيذه بزاف، متاكده غادي تعجبكم. ودابا انا قدمتها اليوم، انا حضرتها كنت صايمه، حضرت هذه الشوربه اللي كتعجبني، رافقتها مع البيض المسلوق وشويه التمر. هي صحيه والشوفان صحي اكثر الاطفال ديالنا. وكنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها وتتابونوا في القناه، وغادي نستنى التعليقات ديالكم وقولوا لي الاراء ديالكم، وشكرا بزاف.